حد قالك ان انا عيان يا زينب؟ انا اعرف عنك كل حاجه. سلامه. مفيش تاني يا فندم، انا عايز حضرتك تعتبرني زي ابنك. انت مش ابني. ماجد الكدواني. ماجد الكدواني رائحه العطر المعطر هو عنوانه وشخصيه حلقتنا لهذا اليوم. وكما افلح في تكسير كثير من الثوابت عن وسامه نجوم الصف الاول، راح يذكرنا بأساطين التمثيل في السينما العربية الذين كانوا يؤكدون أن النجومية للأداء الصادق بكل ما يعنيه من رهافة وجمال، وليست لأي مواصفات شكلية. الفنان ماجد الكدواني الذي ولد في 10 ديسمبر 1967 وصفه زميله الفنان بيومي فؤاد ذات مرة بأنه منظم ودقيق، فكل شيء عنده يجب أن يظل في مكانه الصحيح، وربما هذه نفس طريقته في الأداء وتصلح لتفسير أسلوبه الخفي في التمثيل. فهو لا يخلط بين أدواره ولا يكرر أداءه ولا يفتعل إحساساً مهما كان في أي مشهد، بل يلتزم منهجه الجواني العميق حيث يدير تفاصيل الشخصية بموهبته الذكية والزكية إنسانيا، وينهل سرا من غنى وجدانه. وماجد يتمتع بمستوى ذكاء خفي مثل موهبته، وأدرك من البدايات أنه لا يمتلك ملامح عمر الشريف الشكلية ولا حظ عدد كبير كان حظهم أكثر من موهبتهم مثل شكري سرحان وكمال الشناوي وغيره. وكان الإنتاج السينمائي وقتها يحتاج لعشرات الوجوه والنجوم لإنجاز تلك الكمية الهائلة من الأفلام، ولكنه أدرك على نحو خاص أن شيئا يكمن بقلبه ويحق له أن يخرج للعلن بطرق مشروعة وفنية بعيدا عن الناس أو المزاحمة أو معاندة سوق الإنتاج. فلا يجب أن يسعى إلى الأدوار، بل هي من يجب أن تسعى إليه خطوة بخطوة وبلا تسرع، وهو ما كان. الفنان ماجد الكدواني حاز على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة المنيا قسم الديكور، وبدأ مسيرته الفنية منتصف التسعينيات في مسرحيات للهواة، ثم شارك ببعض الأعمال التلفزيونية مثل القنفذ ونحن لا نزرع الشوك، على مهل صنع ماجد الكدواني لنفسه أسلوبا خاصا في الأداء تجنب فيه كل شكليات التمثيل واعتمد الأداء الجواني البسيط، وهو من أصعب آليات التمثيل دون مزاحمة على بطولة ولا تلهف على نجومية، فقط ترك شغله يراكم اسمه بشكل واضح في عيون الجميع من صناع الفن، والحكم بينه وبينهم هو الجمهور الذي استشعر موهبته من بداياته وبدأب النمل وصبره وإبداع النحل وعسله وجد الكدواني طريقه. ومن يتأمل مسيرة الكدواني سيرى خطته النابهة في تقديم نفسه واضحة غرزة بغرزة كأي نسيج استثنائي، ويصعب على أحد فكه أو تنسيله. والمدهش أن الكدواني عبر مشواره قبل كثيرا من الأدوار الصغيرة على قدراته وموهبته، ولكنه لم يقبل أن تحشره ظروف الإنتاج لفترة طويلة في دور السنيد فقط، واستغل بوعي تلك الأدوار في خطف الكاميرا لحسابه ولو في بعض المشاهد أو المشاعر التي تجد طريقها
بثقة إلى قلوب المشاهدين وعيون المنتجين، فكل دور يرفعه إلى أعلى منه في عمل تام. وكان أيضاً يدرك أن ملامحه ليست بوسامة نجوم السينما في الخمسينات والستينات، فهو يعاني من السمنة غير المنضبطة، ولكنه يوقن بالمقابل أن الوسامة الإنسانية أعمق وأبقى في نفوس المتلقين، خاصة إذا امتزجت بأداء مشاعري لطيف وحساسية تلمس الشغاف بشفافية وعذوبة، كما قدم إبراهيم في مسلسل موضوع عائلي الإنساني الحميم بكل ما احتواه من مفاجآت محزنة في النهاية. اعرفوا قيمة العمر، بلاش تضيعوا عمركم في النكد والخناق. وبالرغم من ترديده عبر الحلقات أنه لا يحب المفاجآت، نجده في فيلم قبل زحمة الصيف يلعب دوره ببساطة آسرة. الجورنال فين؟ جابه. ففيه يراوح بين مشاعر طبيب مضطرب لمشاكل في عمله ومع زوجته، وبين إعجابه بجميلة سكنت شاليها مجاورة له هو زوجته، كما أوضحت أدواره الصغيرة في أفلام مثل عسكر في المعسكر، يا خضر ما تقطمنيش يا أخي، قول لي أعمل إيه وخلاص، أو حرامية في تايلاند، وحرامية في كي جي 2. بتذكري ها؟ برافو نجحت. قدراته للمنتجين رغم إخفاق فيلم جاي في السريع النجاح بمنطق شباك التذاكر، لكنه عاد ليتحدى في الأفلام اللاحقة، خاصة فيلم الفرح الذي قدم فيه شخصية مقدم الفنانين وجامع النقطة في الأفراح بالحارات الشعبية، وبأسلوبه البسيط المذهل وموهبته المتفوقة وصل إلى أدوار عميقة مثل 678 وأسماء وديكور وقبل زحمة الصيف. وكان عام 2015 محطة مهمة في مسيرته الفنية بمسلسلات تحت السيطرة وهيبيتا، المحاضرة الأخيرة، وشيخ جاكسون، ويغلب على أدواره فيها مستوى ضيف الشرف الذي يظهر في لقطات خاطفة ولا تبدو جوهرية في أعمال طويلة، ووسط أبطال كثر ورغم ذلك يظل عالقا في الأذهان كروائح العطور المعتقة. ففي مسلسل نمرة 2 يقدم دور سائق سيارة أجرة يوصل فنانة معروفة التي هي شيرين رضا إلى المطار ضمن حلقة منفصلة بعنوان فرق توقيت، ويستعيد معها ذكرياتهما المشتركة بشكل باهر يظهر فروق الحظ والمصائر. ولا تنسوا متابعتنا عبر شبكة منصات في برنامج زوم، معكم أنا خالد اللبناني.